كلنا بنتابع الأحداث المستمرة ورفع حالة التأهب والطوارئ القصوى في الهلال الأحمر المصري، تحديدا في شمال سيناء. مهم عندنا أن احنا نعرف يعني الاستعدادات المصرية والهلال الأحمر المصري في شمال سيناء. من دكتور خالد زايد، رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر في شمال سيناء، أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا، وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يعود الأيام عليك على خير، وفرصة طيبة أن احنا اتكلم تاني استاذ يوسف على شاشه التلفزيون المصري. نحب دايما ان احنا نلتقي، ونتمنى ان احنا نلتقي في ظروف تبقى اكثر جوده من الظرف الحالي. ومهم ان احنا نعرف يا دكتور يعني الاستعدادات المصريه واستعدادات الهلال الاحمر المصري في شمال سيناء لاستقبال المصابين من اهالينا الفلسطينيين. والله يمكن احنا في البدايه من ساعه ما يعني الاحداث بدات تتصاعد في غزة وأشقان الفلسطينيين، الهلال الأحمر المصري فرع شمال سيناء بتوجيهات من المركز العام للهلال الأحمر بدأنا في طوارئ 24 ساعة داخل فرع الهلال الأحمر المصري، وبدأنا في ترتيب الشباب الموجودين. احنا عندنا قاعدة بيانات للمتطوعين أكثر من 500 متطوع، بدأنا في الإعداد لفرق الطوارئ الموجودة عندنا وفرق الإسعافات الأولية وفرق الدعم النفسي. بدأنا نعمل زي أنشطة أو ورش عمل تنشيطية للشباب الموجودين داخل الهلال الأحمر. بدأنا نجهز المستلزمات الموجودة. احنا بفضل الله سبحانه وتعالى عندنا يعني كل التجهيزات موجودة، أكثر من 500 مرتبة، وبدأنا نجهز البطاطين كل المستلزمات اللي جاهزة في حالة ان احنا بدأ توافد اشقائنا الفلسطينيين. كمان عندنا في مستشفى العريش العام عندنا غرفة كاملة لوحدة الدعم النفسي موجودة داخل المستشفى بالاخصائيين النفسيين. يمكن بتكلمني دلوقتي وانا موجود في مستشفى العريش العام، لسه كان في اجتماع ما بين كافة المؤسسات الموجودة على مستوى المحافظة للتجهيز في حالة توافد أشقائنا الفلسطينيين أو الجرحى على الجانب المصري. يمكن كمان عندنا مكان مجهز بدأنا نجهز فيه في معبر رفح بالتنسيق مع الجهات الأمنية بكافة المستلزمات والمنظمات الشخصية والحاجات اللي هي تبقى جاهزة لاستقبال الجرحى والمصابين في الجانب المصري. وفي اجتماعات النهارده كنا في اجتماع برئاسة معالي السيد وزير المحافظ وكافة الجهات المعنية لتنسيق الجهود ومدى الاستعداد لاستقبال والجاهزية في حالة توافد أشقائنا الفلسطينيين من الجانب الفلسطيني. طب دكتور خالد، هل بيتم التنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، خصوصا أن احنا نتوقع أنه هتبقى الحالات فيها تباينات، يعني بالتأكيد في بعض الحالات اللي هتحتاج إسعافات سريعة أو أولية، وفي حالات أخرى زي ما حضرتك قلت هتحتاج للعلاج والتأهيل النفسي مما لا شك فيه نتيجة هذه الضربات التي توجه للقطاعات المدنية في غزة، ولكن وارد أنه يبقى في بعض الحالات اللي هتحتاج لجراحات أو جراحات عاجلة أو بعض الجراحات الدقيقة؟ وفي تنسيق على مستويين، في تنسيق على مستوى المركز العام للهلال الأحمر برئاسة الدكتور رامي الناظر المدير العام ومع الجانب الهلال الأحمر الفلسطيني ووزارة الصحة الفلسطينية، وكمان بالتنسيق مع مستشفى العريش العام ومديرية الصحة بشمال سيناء في الحالات اللي هي محتاجة زي ما قلت معليك تدخل سريع أو بسيط في مستشفى العريش العام أو مستشفى الشيخ زويد أو مستشفى دير العبد، والحالات اللي محتاجة سفر للمستشفيات القاهرة يتم التنسيق مع هيئة الأسعاف الموجودة في شمال سيناء في نقل الحالات للجانب الآخر. وكمان الهلال الأحمر المركز العام جهز لي بالتنسيق مع الدكتور رامي الناظر لإرسال بعض المعونات إلى الجانب الفلسطيني بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني. عظيم جدا، انا بشكرك جدا دكتور خالد، كل الشكر للدكتور خالد زايد رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر بشمال سيناء في إطار حديثنا عن استقبال أهالينا من المصابين والجرحى الفلسطينيين.